دولارنا عند الامريكان بعد اخوك سيد والله دولارنا عند الامريكان مو عندنا احنا لازم نخلي بدائل لازم احنا نعرف بانه اول فقره نحتاج لا هسه احنا نبري ساحه الامريكان وما جاي نبري بالعكس هم السبب بس لكن هي امريكا اخي امريكا هذا دولارها امريكا شنو دولارها نفطها هذا انا بقول عليهم شنو دولارها سيد شنو دولارها مصالحها احنا علينا ان نبحث بس اسمح لي احنا علينا ان نبحث عن مصالحنا بدون ضغوط لا بس احنا الاتفاقيه العراقيه بس سيد عليه فدوى انا بعت لك هذا القلم وطيت من مكانه دولار صار القلم مالتك والدولار مالتي انت انت صاحب المبادره صاحب النفط صاحب القلم شنو انت مطيني انت ليش تبيع لي اياه بالدولار لا انت لا انا ما قاعد افهم هاي ترى هذا خطاب اعلامي بمشكله وزاحتك والله تمام يعني انا ابيع لك قلاصي وانت تعطيني دولار صار القلاص لك والدولار الي منو صاحب القلاص انت غير انا بعت لك اياه بس جاوبني منو صاحب القلاص انت انت صاحب القلاص بعت لي اياه الي اي طبعا انت تفرض شروطك علي المفروض اذا عندك سياسه حكيمه وعندك رؤيه واضحه انت ليش تبيع لي بالدولار انت تقدر تقول انا ما ابيع بالدولار ابيع بغير عمله لا لا